هنا بيدينا اهو ادي بيتا، وادي الار اف، وادي البريميوم. البريميوم اللي هو بدل المخاطرة بيقول لي 8%. والبريميوم هو مين؟ هو القوس ده، هو الفرق ما بين ار ام ماينس الار اف. انا اعتقد انا شرحت لكم في المحاضرة ان نموذج شارب بيقول لنا انه ال required rate of return اللي هو معدل عائد المطلوب بيساوي ايه؟ بيساوي ال RF اللي هو risk free return plus اللي هو ال RF ده risk free return هو سعر الفايدة الخالي من المخاطرة مضروب في الفرق بين RM و RF. ال RM اللي هو عائد السوق اللي هو ال market return minus ال RF اللي هو ال interest rate، وبنضربها في بيتا. بيتا اللي هي السيستماتيك ريسك او المخاطر المنتظمه، اللي هي حساسيه تغير سعر السهم للتغير في اسعار السوق او حركه السوق. فهو مديني البريميوم ده كله على بعضه، البريميوم اللي هو الفرق ما بين ار ام وار اف ب 8%، وبيتا ب 1.05، وبعدين نجمعها على الار اف هتديني ال required rate of return اللي هو مين؟ معدل العائد المطلوب اللي هو K. يعني بنموذج شارب بالمعادلة دي احنا حسبنا K. طيب بدأ يقول لي طيب ادي الكي حسبناها، وقال لي طب لو كانت الجي لسه حاسبينها كانت 7.7%، وادي الديفيدند. فبيقول لي ادي الديفيدند مديهاني جاهزة، مش مديني الدي 1 دي 2 دي 3 عائد جاهزة. كنا الاول لا، كان مديني في التمرين اللي قبليها دي او، وانا كنت بجيب دي 1 بضربها في 1 بلس جي، واجيب اس 1 وبعدين بجيب دي 2 باخد دي او مالتبلاي 1 بلس جي باور 2 وهكذا. لا هنا جايبهم لي جاهزين، جايب لي دي 1 دي 2 دي 3، فجايب لي توزيعات الارباح جاهزه. ما معنى ان انا هجيب لها بريزنت فاليو، هعملها ان انا هقسمها على 1 بلس الكي. هنا في اول سنه هتبقى باور 1 باور 2 باور 3 باور 4. هو بيقول لي لمده 4 سنوات اهي كانت توزيعات ارباح، كانت الجي ب دي توزيعات الأرباح. فأنا جبت ال4 سنين دول مديني قيمة الأرباح جاهزة. بيقول لي طب بعد بقى كده الشركة بدأت تنمو بمعدل كام؟ بمعدل 7.7 اللي احنا حسبناها. فهناخد بقى آخر توزيع أرباح لفترة النمو الأبنورمال هنضربها في 1 بلس ايه الجي اللي هو مدهاني، وبعدين نقسمها على كي ماينس الجي، وبعدين نجيب لها بريزنت فاليو نضربها في 1 بلس الكي باور نفس السنه اللي هي ايه، هم 4 سنين كان فيها abnormal return في 4 سنوات، لان احنا قلنا تي هي عدد الفترات اللي كان فيها abnormal return. ما جابليش جي 1 وجي 2، لا جاب لي توزيعات الارباح على طول، فما احتجتش جي 1، جبت لهم بس على طول بريزنت فاليو. اما جاب لي معدل النمو اللي هو فترة النمو العادية اللي هي النورمال، دي الجيل الدهاني، جبت منها الجزء الثاني من المعادلة. فانا خدت اخر توزيع ارباح في سنة في فترة النمو الغير طبيعي ضربتها في 1 بلس جي اللي هو حسبناها دي.
وبعدين بنقسمها على k minus ال g وبنجيب لها present value نضربها في 1 plus ال k طبعا الباور اللي هي آخر سنة اللي هي من سنوات الابنورمال ريتيرن. فهنلاقي ان فعلا هيطلع السعر كام 21 ده الانترنسنج فاليو، هتطلع النتيجة 21.88. طب بيقول لي ايه بقى؟ بيقول لي الفاليو لاين ريبورتد لو لقوا ان الاكتوال برايس دي الاكسبكتد، يعني دي الانترنسنج فاليو الاكسبكتد، لو لقوا ان الاكتوال برايس كان 21.37. هيقول لي هنا في نموذج تاني للتسعير اسمه برايس، لو حصل ان الانتر ار فانكشن اوف تو فاكتورز، هو فانكشن في تو فاكتورز، اول حاجه ان يبقى عارفين ان ريكوايرد ريت اوف ريتيرن علاقته انفيرس بالستوك برايس، وحاجه تانية اكسبكتد جروث ديفيدنت اللي هو جي اللي هو معدل الايه النمو المطاق. هنستخدم النموذج ده عشان نحسب الانترنسنج فاليو بالنسبه للستوك باستخدام اللي هو الايه البرايس على الايرننج ريشيو. البرايس على الايرننج ريشيو معناها انه سعر السهم قد ربحته كم مره، كم تايمز، كم مره، وده مؤشر مؤشرات دايما اللي هي في البورصه، وده مؤشر كل ما يرتفع المؤشر ده اللي هو البرايس على الايرننج ريشيو كل ما يدل عن ان السهم ده بيكون يعني اداؤه او جود performance. زي ما احنا قلنا ان طالما ان هو with growth يبقى ال b على ال e ratio هي عبارة عن 1 minus ال b divided ال k minus ال g، فطلعت القيمة بعد ما نجيب ال b على ال e ratio بنضربها في ال e1 هتدينا ال e1 انا جبتها وبعدين خدت ال e0 في 1 plus ال g فاداني ال intrinsic value. بكده احنا خلصنا كل انواع الموديل اللي ممكن نستخدمها عشان نجيب الستوك برايس للكومن ستوك، عشان نجيب الكومن ستوك برايس. تمام.